أعلن رئيس الإدارة العامة للطيران المدنية الشيخ سلمان الحمود التزام الإدارة والشركة التركية بالبرنامج الزمني الخاص بمشروع مبنى الركاب رقم 2، والذي سيسهم بتخفيف العبء عن المطار ويسهل حركة الركاب. وقال الشيخ الحمود على هامش جولة تفقدية لأعمال المشروع أن أعمال مبنى الركاب المساند ستنتهي في المدة المعلن عنها، وستوفر جميع الخدمات المتكاملة للمسافرين وحل أزمة الازدحام في المطار الحالي، لافتا إلى أن المشروع سيوفر نحو 1800 موقف للسيارات وعدد من الطرق التي تسهل حركة المسافرين، إلى جانب توفير جميع الخدمات مثل السوق الحرة والخدمات التجارية المتكاملة.